الريفورم وما عمرو ما تزاد. الاسم العواد عبد الله، سيكتور الدحير حما 217. خدمت في العسكر 4 سنين وشي داخله في 5 سنين، 4 سنين ونص ديال السيرفيس، وتعطبت عندهم في هذيك الماكينه كون كاسور ديال الجيني، وخلاو لي 60% ديال العز. والمعيشه غاليه والدواء ما تلقى باش نشري، راه تنسعه راه تنطلب باش نشري الدواء، و تيشدوني تيدوني للخيريه تنبيع كلينيكس، تنضرب كلينيكس، مخلي لي 9885 ريال. ما عندي لا ولاد لا والو، مرض عندي المرض سميتو بهجت، مريض في الصحه ديالي كامل، عندي 18 غرزه وعندي الهشاشه، وباش تجوج ما عندي لا سكن لا والو، وديما مخاري مع الوراثة. ضربني واحد خويا، ضربني جرع عليا من الدار، يلا ومشيت عند البوليس، درت محضر تما، درت الشكايه تما بيه، ضربت 4 سنين ونص وتعطبت عندهم. كل ابلي، كل خدمه المدنيه، كل تجنيد، وفي الاخر لاحوني. ها مطالب ديالي تنشو يحسنوا لي الوضعيه ديالي، ومشيت للبيرو ديال الاميره، قالوا لي راه خرج لك واحد الكريمه من 2015 وما توصلتش بها، ما توصلتش بها، وانت نطلب من جلاله محمد السادس الله يشافي وعافي قريبا، وينصر اسره العلويه يحسنوا لنا الوضعيه ديالي. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.